الرستان 25/7/2012 استمرار القصف على مدينة الرستان. وهذه الامرأة من الرستان تروي لكم ما حدث اليوم. يا الله، قصف الطيران بالصواريخ، دمرونا، هدمونا، لا كهرباء، لا مي، لا أكل، لا خبز، ضربوا الجوامع، ضربونا بالبيوت ونحن نايمين أطفال ببيوتنا. وين الإسلام؟ وين العرب؟ وينكم يا مسلمين؟ وينكم النجدة يا إسلام؟ وين أمة محمد؟ وين دين محمد عليه السلام؟ دقيقة، شوفوا بيوتنا، دمرونا، أطفالنا، الأخينا على الملاجئ عم يضربونا، ضربوا الجوامع بالطيارات والصواريخ. يا أمة محمد، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، وين دين محمد؟ وين دين محمد عليه السلام؟ وين جيش نبينا محمد؟ دخيلكم النجدة، انجدونا يا عرب، انجدونا يا إسلام، انجدونا يا أمة محمد، انجدونا، دخيلكم يا خالتي. هون شو صار هون؟ ضربوها